للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مسؤول قسم الثقافة مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، بداية مرحبا بكم. في بيانكم حول زيارة روحاني للعراق، لماذا وصفتم الزيارة بأنها استكمال لمخطط الاستحواذ الإيراني على العراق ونهب ثرواته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جميع المقدمات منذ 2003 حتى اليوم تؤكد على ما ذكرناه، وكل المجريات على الأرض في جميع النواحي سواء كانت سياسية أو عسكرية ميدانية أو اقتصادية وغيرها تؤيد هذا الذي ذكرناه ونصصنا عليه في بياننا، وهو أمر ليس بالخفي، وإنما جميع أبناء العراق من الغيارة يعرفون هذا، وسمعنا شبابنا في مظاهراتهم المتعددة ينادون بوجوب وضع حد لهذا التدخل الإيراني، وأن سبب الويلات التي جرت على العراق هي بسبب هذا التدخل والنفوذ المباشر منها من إيران في جميع النواحي، وقضايا خاصة الموضوعات الأمنية والميليشيات الإيرانية النشأة والتدريب والعراقية التي أنشئت عراقيا فيما بعد لكنها المرتبطة إيرانيا بالتمويل وغيرها، كلها قد ارتكبت بحق أبناء العراق الجرائم والانتهاكات التي لم تعد تغطى بستار كما لا يمكن تغطية الشمس بغربال. ما أبرز أشكال النفوذ الإيراني؟ النفوذ يعني واضح جدا، وإذا أخذنا على الصعيد السياسي مثلا نرى حتى الكثير من السياسيين الذين هم مشتركون بهذه العملية يعترفون في أكثر من منبر بأنه لا تتم الموافقة على أي منصب من المناصب السيادية أو الصغيرة في الحكومات المتلاحقة عقب الاحتلال إلا بموافقة ومباركة من إيران، ورأينا جميعا كيف كان السعي والتصرفات والسعي للسفير الإيراني قاسم سليماني وجولاته بين التكتلات السياسية المشاركة بالعملية السياسية من أجل عملي نوع من المساومات وإجراء الصفقات لاختيار الشخص الذي يناسبهم ومرضي عنهم. أما في الجوانب الأخرى الاقتصادية فنرى كيف أن السوق العراقية بات مغرق بالبضاعة الإيرانية من جانب، هنالك حرب اقتصادية على المواطن العراقي على سبيل المثال في جانب الزراعة بقطع المياه بالأنهر التي ترد من إيران إلى العراق، وهنالك شواهد كثيرة جدا لا يمكن الإحصاء بها في هذا اللقاء السريع. في ظل عقوبات أمريكية دكتور عبد الحميد، يعني كيف تنظر إلى توقيت الزيارة؟ يعني بالتأكيد اعتبر يعد العراق منفذ لتنفيس عن إيران مقابل هذا الحصار أو العقوبات التي أعلنت من قبل أمريكا، فالسوق العراقية اليوم منفذ ورئة كبيرة جدا للاقتصاد الإيراني، فضلا عن البترول العراقي الذي ينهب من العراق ويسوق ويصدر لصالح إيران، فكل هذا هو يعد لإيران كأنه منفذ رئيسي، وكأنه يعني من خلال العراق طبعا هي متفلتة من هذا العقاب، وخير من يكسر هذا الحصار هو وجود هذه الحكومات المتعاونة مع إيران، أو ربما نستطيع أن نقول المسيطر عليها إيرانيا دبلة وتفصيلا. برهم صالح خلال المؤتمر الصحفي مع روحاني قال إنه لا يريد للعراق أن يكون ساحة للصراع الإقليمي أو الدولي، كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني هو أصلا العراق أصبح ساحة منذ أن جاءت أمريكا إلى العراق واحتلته متعاونة بذلك مع إيران، وشهدنا طيلة السنوات الماضية كيف أنهم صنعوا أكثر من فتنة وجعلت الساحة العراقية أرض معركة لهذه الفتنة، وكان ضحيتها تدمير العديد من المدن العراقية وملموس عنا ببعيد، حيث لا تزال رغم مرور أكثر من سنتين عن انتهاء المعارك إلا أن الجثث لا تزال تحت الأنقاض، ومدن وأحياء ولا سيما في قلب الموصل لا تزال مدمرة، لم تصل إليها أو لم ينقذ أو تبنى بها شيء إلى الآن، فكلها دلائل على أن العراق هو فعلا
ساحل الصراع، لكن هذا التصريح كأنه يتكلم عن ساحة أخرى وعن أرض أخرى ليس لها علاقة بالواقع العراقي. يعني الرئيس الإيراني أيضا قال إنه لا يمكن الاستغناء عن علاقة بلاده مع العراق وسيتم تطويرها، كيف تنظر إلى هذه الرسالة؟ يعني هي أولا هو كما قلت قبل قليل لأنه المنفذ الوحيد ربما بات والرئة الأساسية لتنفسهم مقابل هذه العقوبات هي له، لكن هو ينطلق من منطلق آخر وهو أنه وهذا جاء أو لا بد أن نربط هذا التصريح بتصريحات سابقة لهم للساسة الإيرانيين المسؤولين الإيرانيين بأنهم يعدون العراق جزءا من إمبراطوريتهم المفقودة كما أعلنوا ذلك أكثر من مرة، ويعدون أنه لهم مطلق الحرية في التصرف في الأرض العراقية. ورأينا أنه كيف في الجانب السياسي الذي أشرت إليه قبل قليل والجوانب الاقتصادية التي أيضا نوهت عنها قبل قليل أيضا أنهم كيف يتصرفون من منطلق السيادة أو اليد العليا كما يقال في تصرفاتهم سياسيا واقتصاديا وغير ذلك. فلذا هو حينما يتحدث بهذا الحديث هو ينطلق من منطلق أنه هو صاحب الكلمة الأولى في هذا الشأن. من إسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.